معروفة أول يوم رمضان يعني محشي، وأنا قررت ما أعملكوش أي محشي، أنا عملت لكم شيخ المحشي، حاجة في منتهى الدلع. تعالوا أوريك الكلام ده بيقول إيه، لازم تجربوها وتقولي رأيكم. كل سنة وأنتم طيبين. هاي أصحابي، أول حاجة هنبدأ ننظف الكوسة، نشيل الجزء اللي فوق ده ونشيل حتة صغيرة من تحت، بعد كده بالسكينة نبدأ ننظف قشرة الكوسة شوية كده، وبعد كده نبدأ نقور الكوسة. بعد ما قورنا الكوسة وكسرنا نصها نشيلها دلوقتي على جنب. هنحتاج دلوقتي نقطع لنا بصل، هنحتاج كمان نفرم لنا فصين ثلاثة توم، نقطع لنا بقى شوية نعناع فريش حلوين كده، ننزل بشوية زيت، بعد كده ننزل عليها باللحمة. اللحمة خدت الكراست الجميل من على أول وش، نبدأ نقلبها بقى، ننزل عليهم بالبصل اللي احنا قطعناه والتوم، دلوقتي ننزل بالملح، فلفل أسود والسماق. هنديها بقى بق مية، هنسيب بقى اللحمة تعصج مع نفسها لحد ما احنا نقلي الكوسة. في زيت سخن بقى هننزل بالكوسة بتاعتنا، أول ما الكوسة تاخد لون حلو كده هنرفعها من على النار، نبدأ بقى نحشي الكوسة. عشان نعمل الصوص بقى في الحله بتاعتنا ننزل بحته زبده شويه زيت، ننزل بعد كده بالدقيق، نديه التقليبه كويس قوي، لما الدقيق لونه يبقى ذهبي كده ننزل عليه بلبن رايب ونقلب كويس قوي، بعد كده ننزل عليه بساور كريم، نديله بقى شويه ملح، شويه فلفل اسود، مرقه فوريه، ننزل بقى بالكوسه بتاعتنا في الصوص، هنغطي عليها بقى ونسيبها لحد ما الصوص يتقل والكوسه تتعرف عليه. هنفتح عليها بقى وننزل بشويه نعناع فريش، شويه ثوم مفرومين، نديها تقليبه كويسه ونغطي عليها ونسيبها دقيقتين كمان.